شيخ حفظك الله، إنني أسمع حديثا يقول لعن الشارب قبل الطالب، وهذا في منطقتنا، أي منطقة الدوادمي فقط، ما صحة هذا الحديث؟ هذا حديث كذب، لعن الله الشارب قبل الطالب، هذا لا صحة له، لكنه ليس من الأدب إذا طلب الإنسان ماء أن يتقدم أحد عليه، بل يعطى الطالب ثم الطالب يعطي الذي عن يمينه.